السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة بلقياكم دائما مع وصفات متنوعة. غادي يكون وصفات اللي هي غنية جدا، كنتمنى اخواتي تتابعوا الفيديو الاخير. غادي نبداو اول حاجة بالوصفة الاصلية ديال الكوكيز. غادي نبداو الكوكيز المعتمد عندي. غادي نحتاجو 200 غرام ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ ومن النوع الجيد. عندي جوج بيضات، عندي في المجموع ديال السكر 200 غرام. انا يا مستعمله هنايا، اللي بغى ينقص الكميه ديال السكر ينقص. انا مستعمله السكر الاسمر ومستعمله كذلك السكر الابيض العادي، فيه واحد جوج اكياس تاع الفاني. اللي بغى يدير غير السكر عادي يديرو، لكن يعوض اما بجوج معالق ديال العسل او اللي يدير جوج معالق ديال هذاك التحلاوت اولا داك السيرو ديال التمر، تا هو كيعطي واحد النكهه وكيعطي واحد البنه زوينه بزاف وحتى اللون. وغادي نحتاجو هنايا الدقيق، غادي نقول لكم بالنسبه للشكلاط كيبقى طبيعه الحال الكميه اللي بغيتو. اما كتاخذوا طابليط تاع الشكلاط كتقطعوها رقيق، اولا كتاخذوا الحويبه تاع الشكلاط، كيبقى لكم الاختيار. غادي نخدمو في نفس الوقت، غادي نقول الكميه ديال الدقيق. بالنسبه للزبده ضروري تكون بحراره المطبخ، ضروري نخدموها مع السكر. انا كيف قلت لكم مستعمله السكر الاسمر قياس تاع 200 غرام والسكر الابيض مخلطه مع الفاني. بالنسبه قلنا اللي ما عندوش الكميه، ما عندوش السكر الاسمر كيعوضوا اما جوج معالق ديال العسل، طبيعه الحال كينقص من الكميه ديال السكر، وكيدير اما جوج معالق ديال العسل اولا جوج معالق ديال داك السيرو ديال التمر الا كان موجود، ما كانش موجود بلاش. صافي غادي نديرو واحد جوج بيضات، وحنا دائما كنطربو نزيدو قبيصه تاع الملحه، وهذا هو السر ديال هذاك التعليكه ديال الصابلي اللي كيجينا معلق من الداخل ومقر مش من برا، هي هاد نص معلقه ديال بيكربونات الصوديوم. ضروريه في الكوكيز البنات، شي حاجه اللي هي ضروريه جدا في الكوكيز باش يعطيكم ديك التعليكه من برا من الداخل ويجيكم مقرمش من برا. وكنضيفو هنايا 450 غرام ديال الطحين. العجينه كتكون خفيفه، 450 غرام مخلطه مع خماره، مع كيس من خميره الحلويات. صافي العجينه البنات خاصها تكون خفيفه شويه، لان الا كانت العجينه قاصحه غادي تجيكم بحال الشكل ديال الغريبه ديال البيضه. لهذا من الاحسن تكون العجينه شويه كتلصق، يعني تكون العجينه شويه خفيفه. صافي ونزيدو داك الشكلاط اللي عندنا، وكنضيفو حتى الكركاع راه تيجي زوين فيه. صافي تبداو تشكلوا كويرات، غادي نشكلو كويرات وغادي نحاولو اننا نحطوهم مفرقين بلا ما نقرصوهم. هما راه غادي يتشقوا راسهم، غادي يتشتو كيف ما غادي تشوفوا، لكن اللي كنأكد عليها البنات هي العجينه تكون بالنسبه للدقيق غادي تدخلوا ما بين 400 غرام حتى 450، هي 4 كيسان ديال العنبه حتى 50 غرام حتى نص كاس ديال العنبه، لكن داك نص كاس انتم ردوا معاه البال. اللي يجيكم يعني اللي يجيكم لا تقصحوا ليها عجينتها، لا قصحتوا ليها عجينتها راه غتجيكم بحال غريبه. وكندخلوه يطيب في الفران اللي كيكون سخن على 180 درجه الفوق والتحت حتى كيطيب ويتعلق، يعني غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالو في الاخير كيف كيجي. وندوزو دابا نحضروا واحد الكيكه بالتمر، تجي غزاله البنات ومن الكيكات الهمويين، بغيتكم تجربوهم. عندنا 5 البيضات بحراره المطبخ، عندي واحد 100 غرام ديال السكر مخلط ولا نتوما دايرين غير السكر عادي، عندي 100 غرام ديال الزيت، عندي 100 غرام ديال الكريمه ولا الحليب. 100 غرام هما نص كاس البنات، نص كاس حتى الكاس لاروب. كما كتشوفوا الكيسان ديال العنبه، عندي علبه ديال ياغورت، عندي واحد 150 غرام ديال التمر مقطعه، تقريبا واحد كاس عامر ديال العنبه، عندي كاس تاع اللوز، كاس تاع اللوز اما بقشور ولا بلا قشور على حسب اللي موجود عندكم. وعندي هنايا واحد جوج اكياس ثلاثه ديال السكر فاني، لان هاد الكيكه كتبغي السكر فاني، هاد الكيكه البنات كتبغي السكر فاني بزاف، يعني واحد المعلقه تكون عامره ديال السكر فاني. نجيبو دوك 5 البيضات اللي عندنا بحراره المطبخ، وغادي نخلطوهم مزيان ونضيفو عليهم السكر بطبيعه الحال بالتدريج. ممكن تخدموا الكيك ديالكم عادي بالطراب اليدوي اولا في الخلاط الكهربائي اللي يعجبكم. غادي نطربوا البيض مع السكر ونزيدو هنايا الفاني. صافي ونخدمو مزيان هاد المكونات هادي، ونضيفو داك 100 غرام ديال الزيت و 100 غرام قلنا ديال الحليب اولا ديال الكريمه على حسب اللي متوفر عندكم، اما الحليب اما الكريمه. العلبه ديال ياغورت بنكهه الفاني، الا كان عندكم الحليب زيدوا ليه واحد المعلقه ديال الخل ودفيوه شويه عاد زيدوه الا ما عندكمش الكريمه. المقادير كلها في صندوق الوصف، 100 غرام ديال الزيت، 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال الحليب ولا الكريمه، وعندنا علبه ديال الياغورت.
كاس ديال العنبه ديال اللوز مطحون اما بالقشره ديالو او لا بالقشره على حسب المتوفر عندكم، كاس عامر ديال التمر مقطع رقيق، وعندنا طبيعه الحال واحد 200 غرام حتى 250 غرام ديال الدقيق مخلطه مع جوج اكياس من خميره الحلويات، كندخلوها في الخليط بالتدريج ونزيدو داك التمر صافي، ونفرغوا الخليط ديالنا في واحد المول مدهون بالزبده ومرشوش باللوزي فيلي. واللي ما عندوش لوزي فيلي بغى يدير الكوك بغى يدير زنجلان او بغى يدير الدقيق عادي صافي، ودخلها الفران على 150 درجه حتى كطيب، وتشوفوا النتيجه في الاخير ديالها كيف كتجي. دابا غادي نمشيو للخبز ديال الشعير. شكون فينا ما تيبغيش الخبز ديال الشعير اللي كله منافع صحيه؟ الطريقة المعتمدة عندي واللي دائما كنشاركها معكم أكثر من 6 سنوات يعني هذه طريقتي، كناخد الشعير الدقيق ديال الشعير كنرطبو في الماء ضروري، قد ما رطبتوه ليلة كاملة ساعة ساعتين ما ديرو فيه لا خميرة لا حتى شي حاجة، كتاخدو الدقيق وكترطبوه في الماء. البنات اللي بزاف ديال في الانستغرام قالوا لي يا زينب راه الدقيق تيسوس ولا تيوليو فيه بعض الحشرات، عادي علاش؟ لان خاصو يخمر خاصو يتحمر عفوا، هذوك الزرع قبل ما كيطحن خاصو يتحمر باش ما يكونوش فيه هاد الحشرات هادو، ضروري خاصكم تحمروه واحد شويه، لان هاد الزرع هذا من الاحسن تشريوه حب تحمروه شويه عاد ديروا الطحنه. غادي نخلي هذاك الدقيق ديال الشعير كيرطاب، وغادي نمشي ناخذ واحد الاناء وندير فيه تقريبا واحد نص لترو ديال الماء دافي، ونزيد فيه واحد الكاس ديال القمح، واحد معلقه ديال السكر سنيده ولا العسل على حسب اللي بغيتو، ومعلقه ديال هنايا معلقه ديال خميره الخبز. نخلط هذا الخليط، وهنايا جاني شويه يعني بدا كيفيض ليا من داك الكاس، خديته درته في هذا البانيو ولا في هذا الاناء، المهم البانيو ونعرف المهم حنا كنقولوا البانيو ديال لينوكس. وصافي غادي ناخذ هذوك المكونات ونخلي هذاك نخلط هذوك المكونات ونخليو هذاك الخميره تبارك الله كتخمر واحد 20 دقيقه تقريبا صافي، ونزيد ليها هذاك الدقيق ديال الشعير اللي رطبت، ونبدا نزيد هنايا. فاما عندكم اما بغيتو تزيدو فرينه زيدوها، بغيتو تزيدو القمح الكامل زيدوه، بغيتو تزيدو الفورص زيدوه، تيبقى لكم الاختيار البنات نتوما واللي بغيتو. اي دقيق ممكن تضيفوه هنايا، قلنا اما تزيدو القمح بنخالتو، اما تزيدو فرينه الى عندكم، اما تزيدو الفورص. البنات تسولوني علاش هي فرينه؟ فرينه البنات هي اللي كتكون الاصليه، وكيشدوها كي يعني كيخدموها وكيدوزوها وكيدزدو لها كي اللي كيغرب لها وكيخرج منها وكيخرج منها الفورس، كيخرج منها الفورس وكيخرج منها الدقيق المبيض، يعني الفرينه كتبقى هي الاصل وكتبقى صحيه. من بعد ما كنزيد الدقيق كنزيد طبيعه الحال الملحه، ونسم شويه ديال حبوب الكمون، واحد جوج معالق ديال الزيت البلديه، ونخلط صافي، ونخلي داك الخليط حتى كيخمر، نخلي داك الخليط حتى كيخمر جاد واحد 20 دقيقه، وندوز نقرصو اللولبو، نبدا اللولب ونقرص وندير في البلبوله. ما بغيتش نطول الفيديو لان هذا الخبز سبق وقدمت لكم فيديو بوحدو مستقل بالتفصيل. كنبدا العجينه خاصها تكون خفيفه ضروري يا البنات، العجينه تكون كتل السقف اليد ما تقصحوهاش، ما بين الاسرار ديال الخبز باش يجيكم زوين العجينه تكون كتل السقف اليد، ونهزو ندهنو يدينا بالماء وندوزوهم في الشعير، ندوزوهم في الدشيشه صافي، ونقرصوهم ونخليهم يخمروا غير واحد شويه، ما تخليوش ملي تيخمر بزاف الدقيق ديال الشعير كيتفص، حاولوا مهما امكنكم تخليوه شي خمر بزاف صافي، ودخلوهم يطيبوا كيف ما شفتوا في الفران. كنثقبوا انايا بهذيك المغرفه وكندخل نيشان لتحت لتحت يكون الفران سخون، وندخلهم غير لتحت حتى كيطيبوا، ونطلعهم يتحمروا من الفوق صافي، تنخرجهم ونقدمهم بالصحه والراحه. هاد الوصفات اللي حضرنا اليوم كان هذا كوكي، شوفوا معايا تبارك الله كيف كيجي، راه ما تفرقوش بينه واحسن مليون مره من هذاك اللي كنشريو بكل صراحه، وصفه اصليه وبغيتكم تعتمدوها حتى نتوما. الخبز ديال الشعير مع زبيده بلديه وبريري الدعاتي مع الصباح، يا سلام احسن فطور، شي حاجه اللي هي صحيه وكلها منافع. الخبز ديال الشعير مابقاش كيتكال بزاف، لكن شوفوا معايا هنايا راه تيجي على مزيناته والبنه، البنه الشعير ديروا فيه الكمون، هذه الكمون وزيت البلديه هذه ديروها ضروري، ديال الشعير نديرو معاه الكمون ونديرو معاه الزيت البلديه، الكمون اما مطحون اما محبوب على حسب اللي بغيتو. البنات قالوا لي راه ما كياكلوش وليداتنا هكاك حب، طحنيها اختي وديري واحد نص معلقه صغيره. الكيكه حتى هي تبارك الله كتجي هماويه، هاد الكيكه البنات هادي زعما ديال النهار الكبير، الا جا عندكم شي واحد ولا غاديين بها هكا العقبيه عند شي عند ناس ولا ناسكم ولا ضيافكم ولا اللي بغيتو، راه كتجي غزاله البنات، المذاق ما نعاودش ليكم،
كتجي شي حاجه قلت لكم مهمه وهي زوينه بزاف. داك اللوز والتمر داكشي كيعطي واحد التعليكه زوينه بزاف. وكانوا هادو الوصفات اللي حضرنا اليوم، كنتمنى ان شاء الله راكم تجربوهم. جربوا كوكيز اللي معتمد عندكم، اللي بغى ينقص من الحلاوه كيف قلت لكم ينقص. وبالنسبه للخبز حتى هو راه من الاشياء اللي هي ضروريه وصحيه، راه حتى ما تديري ريجيم هاد الخبز ياكلو ما يخافوا منه حتى شي حاجه. والكيكه بطبيعه الحال، هادو هما الوصفات اللي حضرنا اليوم. كنتمنى اخواتي ان هاد الوصفات تجربوهم وتعتمدوهم عندكم في المنزل ديالكم. ومن اللي جربت شي وصفات بعثها ليا في الانستغرام او لا تخليها في تعليق. قلت لكم الراحه الى حلقه مقبله بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، واللي ما فهمش شي حاجه تخليها في تعليق.